مساء الخير، معكم منير عجم من مجموعة حلقات عن معرفي بإدارة المشاريع. اليوم هنتحدث عن مكتب إدارة المشاريع، أما Project Management Office. تقريبا من 20 سنة فينا نقول اليوم كبروجكت مانجمنت اوفيس كونسبت، إدارة المشاريع، مكتب إدارة المشاريع كفكرة صارت رائجة كتير. حتى اليوم في إحصاءات بتقول إنه تقريبا بالشركات الكبيرة حوالي 95 أو 90% من الشركات الكبيرة عندها مكتب إدارة مشاريع PMO، أما ممكن يكون Program Management Office. يعني البي ممكن تكون لبروجرام أما بروجكت أما بورتفوليو. حتى الشركات الصغيرة بالطبع إحصاءات شوي غربية أكثر منها من منطقة الدول العربية، تقريبا حتى الشركات الصغيرة 75% منها في عندها مكاتب إدارة مشاريع. بس كمان بنفس الوقت في كتير إحصاءات ودراسات عالمية مش من المنطقة من عندنا كمان بتقول إنه عادة مكاتب إدارة المشاريع حياتها كتير قصيرة. يعني لما الشركات عم بتأسس مكتب إدارة مشاريع خلال سنتين أما ثلاثة عم بيسكروهن، لأنه هالمكاتب هيدي عم تثبت عن فشلها. أما ما عم تقدر، إذا ما فشلت فشل ذريع مثل ما بيقولوا، ما عم تقدر تعطي الإيجابيات ولا الفوائد اللي كانت متوقعة لما أنشئت هذه المكاتب. ليش؟ هلا بالطبع في كتير أسباب، بس أحد الأسباب الرئيسية إنه معظم الشركات اللي عم تركب، خلينا نقول نستعمل كلمة تركب، أما تأسس مكتب إدارة مشاريع عندنا، ما فهمانين هي أول شيء شو هو علم إدارة المشاريع، وتاني مش فهمانين شو هو دور البروجكت مانجمنت أوفيس أما المكتب إدارة المشاريع. ليش؟ نرجع نقول كمان لعدة أسباب. أول شيء اللي عم بصير اليوم إنه في يمكن سوء فهم بين المدراء التنفيذيين ورؤساء الشركات والشركات الكبيرة ولا الصغيرة وبين علم إدارة المشاريع، لأنه عادة معظمهم هدول ما جايين من باك جراوند أما من خبرات عندهم بعلم إدارة المشاريع. لما بيجي بيصير في حاجة بيلاقوا انه مثلا عندهم مشاكل بمشاريعهم، بيسمعوا انه Project Management Office هو ممكن احد الحلول. بس للأسف لما عم بيصير كان من داخل الشركة ولا عبر استشاريين ولا فريلانسر عم بيصير تأسيس مكاتب Project، مكاتب إدارة مشاريع، عم بيصير هالمكاتب عم بيكون دورة اكثر جمع تقارير وتقديمها للإدارة. يعني بدل ما يكون الإدارة عم تاخذ معلوماتها من عدة مدراء مشاريع، عم بيجي مكتب إدارة المشاريع اللي هو ممكن يكون شخص شخصين ثلاثة حسب، عم بجمعوا المعلومات وعم بيقدموها. يعني عم بتكون دوره وسيط ودور بس تجميع تقارير لا أكثر ولا أقل. أما مكتب مثل الشرطة اللي بتلاحق مدراء مشاريع مشان تقاريرهم، بقى ما هالشي هذا بطبع شو عم بيعطي؟ كل شيء عم بيعطي معلومات زيادة عن المشاريع، بس ما عم بيؤدي لتطوير الأداء بالمؤسسات. هلا بالطبع بعض المكاتب إدارة مشاريع تطورت مع الوقت وفي منها فعال جدا، بس نسبة المكاتب الفعالة إسها إحصائيا بالعالم تعتبر صغيرة بالنسبة للمكاتب اللي إسها ما عم تأدي دورها بشكل كامل. هل الفشل هو من المكتب إدارة مشاريع ولا من طريقة تأسيسه؟ بالطبع الموضوع تشعب كتير، ممكن نحكي فيه بأكثر من فيديو، بس بشكل عام هو طريقة التأسيس. يعني لما بتأسس مكتب إدارة المشاريع وشغلته يكون بس تقارير وجمع معلومات لتقديمها للإدارة، يكون نقطة وسط أما نقطة بوليس وشرطة، ما لح تؤدي إلى إيجابيات. كل شيء هون عم بيصير عنا إنه بالطبع عم بيصير في معلومات إنه في عنا فشل بإدارة المشاريع، في عنا فشل بمشاريعنا، ممكن تضوي الضوء وين في الفشل. هلأ وين المشكل؟ أما وين ممكن الطريقة الأصح؟ بعتقد بفيديو تاني ممكن نتكلم أكثر على شو هي الطريقة الأفضل لموضوع إدارة المشاريع بالمؤسسات. حكينا سابقا نحن بالفيديوهات السابقة عن إدارة المشاريع بالمؤسسات. بالفيديو التاني اللي بعد هذا حنتكلم أكثر على إذا بدنا نأسس مكتب لإدارة المشاريع شو هي ممكن الأمور اللي لازم ننتبه لها. بس بشكل عام تنختصر ونسكر هالفيديو هذا، مثل ما قلنا كتير احصاءات من شركات عالمية ومؤسسات عالمية ومن ضمنها من ضمن دراسات دفعتها ودعمتها البروجكت مانجمنت انستيتوت، انه البروجكت مانجمنت اوفيسز لحديت اليوم بشكل عام ما عم بيأدوا دارهم كامل. معظم نسبة كبيرة منهم خلال سنتين اما ثلاث سنين اما ثلاث سنين ونص
عم بيفشلوا عم بيتسكروا. بقى معناتها في عندنا خلل بالطبع. هل المكاتب إدارات المشاريع قادرين يعملوا دور أكبر فعالية؟ بس كيف؟ الفيديو التاني.